دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد 8 من شهر 9 سنة 2024. الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة جوع هي الأكثر مأساوية في تاريخه. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاجر بعد هدوء استمر لعدة أيام. الفرقة الخامسة مشاه الهجانة تقول أنها صدت هجوما للدعم السريع على الأبيض من الناحية الجنوبية الغربية. الحكومة ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا. الحكومة تصف توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة لحماية المدنيين بأنها أمنية لأعداء السودان لن تتحقق. كمال بولات: تقرير بعثة تقصي الحقائق في السودان في جوهره إدانة للوجه القبيح للحرب. الشرطة تحث المواطنين على التبليغ عن الجرائم التي يتعرضون لها على أن تباشر النظر فيها بعد نهاية الحرب. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يبدأ زيارة للسودان. إبراهيم جابر يطالب الصحة العالمية بتوفير لقاحات لمنع انتشار الأمراض خلال فترة الفيضانات. مناوي يقول أن حميتي كان الحاكم الفعلي للسودان بعد سقوط نظام البشير. المبعوث الأمريكي الخاص توم بريلو يعلن وصول 3114 ألف طن من المساعدات الإنسانية للسودان. مجموعة متحالفون من أجل السودان تطالب طرفي النزاع بفتح معبر أويل. لجنة المعلمين: الدعم السريع قتل المعلمة ندى الجعلي أمام أسرتها في الجزيرة. وأخيرا مستمعينا الكرام، طوارئ الخريف: تسجيل 12 حالة كوليرا و5000 إصابة بالتحاب العين في الولاية الشمالية.